بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره والكروشيه. معاكم مروه ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميرات. كل سنه وانتم جميعا بخير وصحه وسلامه، وبمناسبه عيد الفطر المبارك ربنا يجعله عيد سعيد علينا كلنا باذن الله. النهارده ان شاء الله هشتغل معاكي طريقه عمل مفرش مدور بغرزه الاناناسه على شكل زهره دوار الشمس. انت طبعا ممكن تعمليه زي كده بلونين، هيطلع معاكي شكل زهر دوار الشمس لو عملتيه بالاسود والاصفر او بالبني والاورنج. وممكن تعمليه ساده، هيطلع معاكي حلو لطقطوقه او لكومودينو. انا اشتغلته بخيط ابيز جيفا، اخد مني بالظبط كده 45 جرام من الخيط، 15 من اللون الاسود و30 من اللون الاصفر، وطلع القطر بتاعه يعني مقاسه طلع 38 سنتي، يعني ممكن يبقى حلو جدا لطقطوقه او لترابيزه صغيره كومودينو زي ما انت عايزه. انا هنا زي ما قلت لك اشتغلته بخيط اليس ديفا، واشتغلته بابره مقاس 2 الستانلس. انت ممكن تشتغليه بخيط اضخم من كده هيطلع معاكي اكبر، ولو اشتغلتيه طبعا بخيط ارفع هيطلع اصغر. يلا بينا نبدا مع بعض على طول كده في شرح المفرش. وقبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتيش في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا باذن الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المفرش هتبقى أول 10 سطور منهم باللون الأسود، أو لو حبيتي تعملي باللون البني هيبقى حلو برضو في زهر دوار الشمس. أول حاجة هتعملي عقدة البداية، وهتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هتدخلي على أول سلسلة وتقفلي بمنزلق. السطر الأول عبارة عن 20 عمود بلفة، فانت هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بتعتبريهم اول عمود بلفة، فهتدخلي جوه الحلقة كده وتشتغلي 19 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. انت هتكمليهم 19 عمود بلفة، هتبقي واخدة الخيط تحت الشغل معاكي عشان تبقي قفلتي بالمرة كده. خلص معانا السطر الاول وكان عبارة عن 19 عمود بلفة، وبارتفاع 3 سلاسل يبقى عندك 20 عمود بلفة. هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلق. السطر التاني هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بتعتبريهم عمود بلفة. بعدهم بتشتغلي سلسلة، والسلسلة دي هتبقى فرق بين العمود والعمود اللي بعده. وهنا هندخل على أول عمود هيقابلك وهتشتغلي عليه عمود بلف. السطر كله هيمشي عندك على العمود عمود وبعده سلسلة، تمام. هتدخلي على العمود اللي بعده وتشتغلي عمود وبعده سلسلة، وعلى اللي بعده هتشتغلي عمود وبعده سلسلة، وهتكملي السطر كله كده هيبقى عندك في الآخر 20 عمود سلسلة. ده كده شكل السطر التاني، مش عندك عبارة عن عمود سلسلة متكررين معاكي 20 مرة. اخر السطر هتعملي سلسلة، وهتدخلي على تالت سلسلة وهتقفلي بمنزلق، وهيبقى فاضل عندك سلسلة اللي هي الفرق بين العمود والعمود اللي بعده. السطر التالت هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، وعلى العمود هتشتغلي عمود. هيمشي معاكي السطر كله بالطريقة دي، جوه السلسلة هتشتغلي عمود، وعلى العمود هتشتغلي عمود، وهتكرري بنفس الطريقة كده لحد ما توصلي لآخر السطر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي آخر عمود جوه السلسلة، هتدخلي على تالت سلسلة سلاسل ارتفاع وهتقفلي بمنزلق. واسفه لو اللون غامق، بس هو السطور بتاعتها سهلة يعني واضحة معانا كده. السطر التالت بقى عندك 40 عمود بلفة، 39 عمود، وارتفاع 3 سلاسل يعتبر العمود الـ40. السطر الرابع هترتفعي 3 سلاسل، وهنا هتدخلي جوه أول عمود قبلك وهتشتغلي عليه عمود، وبعده هتشتغلي سلسلتين، 1 2، وهتدخلي على العمود تشتغلي عمود، وعلى اللي جنبه هتشتغلي عمود. يعني هيمشي معاكي السطر كله عبارة عن عمودين، على كل عمود عمود وبعدهم سلسلتين. هتاخدي لفة على الإبرة وتروحي للسطر اللي بعده،
العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود وعلى اللي جنبه عمود وبعده سلسلتين، هيمشي معاكي السطر كله بالطريقة دي، عمودين على كل عمود عمود وبعدهم سلسلتين، هتكملي كده لاخر السطر. ده شكل السطر الرابع عندك بعد ما اشتغلناه كله عبارة عن عمودين على كل عمود عمود وبعده سلسلتين، فبقى عندك 20 من العمودين سلسلتين. اخر السطر هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة. السطر الخامس هتدخلي بمنزلقة جوه العمود ومنزلقة على السلسلتين، هتدخلي كده جوه السلسلتين عشان تشتغلي جواهم الصدفة. احنا هنا في السطر الخامس هنشتغله كله عبارة عن صدفات، هترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي جوه السلسلتين صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، فانت اشتغلتي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، هتشتغلي بعدهم عمود وكده تعتبري اشتغلتي عمودين، هتشتغلي سلسلتين وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين كمان، يعني هيبقى عندك عمودين سلسلتين عمودين، هتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم وهتفضلي تكرري جوه كل سلسلتين، هتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين وعمودين في نفس المكان، هتفضلي تكرري بالطريقة دي جوه كل سلسلة، هتشتغلي صدفة لحد ما توصلي لآخر الصف. ده كده شكل السطر الخامس معاكي، بقى عندك 20 صدفة. تمام، اخر السطر انت هنا مفيش فرق سلاسل خالص، فانت اخر هنا هتدخلي على اول عمود، يعني خلاص كده بعد كده هندخل على اول عمود وبعد كده هتدخلي هتقفلي بمنزلقة على اول عمود عندك، يعني مش على تالت السلسلة، وهتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين. والسطر السادس هي هي الصدفات ماشية معانا، بس اللي بيزيد معاكي السلاسل، يعني هيبقوا 20 صدفة بس اللي هيزيد معاكي السلاسل اللي هتبقى بين كل صدفة وصدفة، فانت هترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي جوه السلسلتين دول عمود وسلسلتين وعمودين، يعني الصدفة من عمودين سلسلتين عمودين، بعدهم هتشتغلي سلسلتين وهتروحي على الصدفة اللي بعدها وهتشتغلي صدفة من عمودين 1 2 وسلسلتين وعمودين في نفس المكان جوه السلسلتين، وبعدهم هتشتغلي سلسلتين، فانتي ده اللي هيتكرر معاكي ان انتي هتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين وبعدهم سلسلتين جوه سلسلتين بتوع الصدفة اللي تحت، هتكرري كده لاخر السطر. ده كده شكل السطر السادس معاكي، اشتغلتي كله عبارة عن صدفة وبعدها سلسلتين، بقى عندك 20 صدفة ما بين كل صدفة وصدفة سلسلتين، فانتي هتدخلي على اول عمود بمنزلقة وهتدخلي جوه السلسلتين بمنزلقة، في السطر السابع هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة، وهتدخلي جوه السلسلتين وهتشتغلي عمود وكده يعتبر عندك عمودين، هتشتغلي سلسلتين وهتدخلي تشتغلي عمودين 1 2، هنا الفرق هيزيد سلسلة فهتبقى بدل 2 هتبقى 3، 1 2 3، وهتدخلي على الصدفة على سلسلتين الصدفة اللي بعدها وهتكرري، هتشتغلي عمودين سلسلتين عمودين 1 2، وهنا الفرق 3 سلاسل 1 2 3، وهتفضلي تكرري كده الصدفة 3 سلاسل. ده كده شكل السطر السابع معاكي، مش كله عبارة عن صدفة وبعدها 3 سلاسل. اخر السطر بعد ما تشتغلي 3 سلاسل هتدخلي على اول عمود وهتقفلي بمنزلقة، وبعدين هتدخلي جوه السلسلتين وهتبدأ في السطر الثامن، هترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي الصدفة، يعني هتشتغلي عمود سلسلتين وعمودين، هنا هتزيد معاكي سلسلة فهتبقى 4 سلاسل 1 2 3 4، هتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي على الصدفة اللي بعدها اللي بعدها وبتكرري، تكرري عمودين سلسلتين عمودين جوه السلسلتين بتوع الصدفة اللي تحت، يعني الصدفات هتبقى ماشية فوق بعضها زي ما انتي شايفة كده، وبعدهم 3 سلاسل 1 2 3، وهتكرري كده صدفة 3 سلاسل صدفة 4 سلاسل اسفة لحد اخر السطر، صدفة و4 سلاسل. ده كده شكل السطر الثامن، مشي كله عبارة عن صدفة وبعدها 4 سلاسل.
اخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي الاربع سلاسل، هتدخلي على اول عمود وبعده هتدخلي بمنزلقة على السلسلتين، يعني هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على السلسلتين، وهنا هترتفعي الثلاث سلاسل وهتشتغلي الصدفة. وقلت الصدفة دي معاكي على طول في السطور كلها، يعني هي الصدفة ثابتة، عمودين سلسلتين عمودين. هنا هتزيد معاكي سلسلة فهيبقوا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي تشتغلي الصدفة اللي بعدها، عمودين سلسلتين عمودين وبعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، يعني زادت معاكي سلسلة، فانت هتكرري كده صدفة 5 سلاسل لحد اخر السطر. ده كده شكل السطر التاسع، ومشي كله عندك عبارة عن صدفة وبعدها 5 سلاسل. اخر السطر هتقفلي بمنزلقة على العمود، وهتدخلي في السطر بقى العاشر بمنزلقة جوه السلسلتين، وهنا هترتفعي السلسل الثلاث سلاسل وهتشتغلي هي الصدفة اللي من عمود سلسلتين عمودين، وبالثلاث سلاسل يعتبر اشتغلتي عمودين سلسلتين عمودين. هتشتغلي هنا 6 سلاسل، يعني هتزيد سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي تكرري، هتدخلي على الصدفة جوه السلسلتين وهتشتغلي عمودين سلسلتين وعمودين في نفس المكان، وبعدهم كام سلسلة؟ 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، هتفضلي تكرري كده الصدفة 6 سلاسل لحد اخر السطر. وده اخر سطر في اللون الاسود معانا. اخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي 6 سلاسل هتدخلي بمنزلقة على العمود، وهنا احنا خلاص بقى هنخلص اللون الاسود ده، الدنيا ان شاء الله كده هتزهزه معانا بقى، ونشتغل باللون الايه الفاتح. هتسحبي الخيط كده تمام وهتقصي. ده كده السطر العاشر معانا، خلصت معانا خلاص الصدفات، وهنبتدي نشتغل السطور الجايه بغرزه الاناناس. فانت هتجيبي اللون التاني، عايزه تعمليه اصفر هتعمليه اصفر، عايزه تعمليه اورنج هيبقى حلو برضو في زهر الدوار الشمس. هنا هنبدا السطر ال11، هتدخلي على اي سلسلتين بين الصدفة، يعني مش شرط في اول السطر، وهتدخلي وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنا هنشتغل صدفة فوق الصدفة، يعني هتدخلي كده وهتشتغلي العمود التاني باعتبار ان 3 سلاسل دول عمود وبعدهم سلسلتين، وهتشتغلي عمودين، 1 2، وطبعا هتخيطي الخيط ده بإبرة التقفيل في ظهر الشغل. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتاخدي لفتين على الإبرة، وانتي هنا هتشتغلي مرة هتشتغلي فوق الصدفة صدفة، وفي الصدفة اللي بعدها هتشتغلي 9 أعمدة بلفتين، هتدخلي كده وتشتغلي عمود بلفتين، عدد لفاته بيتاخد على 3 مرات كل لفتين مع بعض. اشتغلتي عمود هتاخدي لفتين وهتشتغلي تاني ولفتين وهتشتغلي التالت، زي ما انت شايفه كده بتاخدي عدد لفيته على 3 مرات كل لفتين مع بعض كده، ده الرابع، الخامس، السادس كده، 7 8 9، يبقى انت فوق تاني صدفة اشتغلتي 9 أعمدة والعمود بلفتين. هتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتقدري تكرري بعد ال5 سلاسل، هتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين 5 سلاسل، والصدفة اللي وراها تشتغلي 9 أعمدة بلفتين، مرة صدفة ومرة 9 أعمدة بلفتين وما بينهم 5 سلاسل، هتكرري كده لآخر السطر. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على اول عمود، وده كده السطر ال11 معاكي. السطر ال11 معاكي مشي صدفة، والصدفة دي هتفضل مستمرة معانا لحد اخر سطر. فوق الصدفة هيبقى فيه صدفة نفسها هي عمودين سلسلتين عمودين، اما ال9 أعمدة بلفتين دول هما اللي هيبقى فوقيهم الاناناسة. تمام،
السطر الـ12 هتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين، وهنا هنشتغل الصدفة. فهترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي عمود سلسلتين عمودين، ولما هتيجي تكرري الصدفة هتشتغليها عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، يعني قلت معاكي سلسلة عن اللي تحت، 1 2 3 4، والـ4 سلاسل دول برضو هيفضلوا مستمرين معاكي لحد اخر سطر. هنا هتشتغلي عمود بلفتين على العمود وبعده سلسلة، يعني هتفضلي على كل عمود من الـ9 تشتغلي عمود وبعده سلسلة. ده كده الثالث وبعده سلسلة، الرابع وسلسلة، الخامس سلسلة، السادس سلسلة، 7 وسلسلة، كده 8 سلسلة و9، ماشي. بعد كده هتشتغلي ايه 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتفضلي تكرري. هتشتغلي صدفة 4 سلاسل، 9 أعمدة بلفتين ما بين كل عمود وعمود سلسلة، فوق 9 أعمدة اللي تحت، تمام. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. ده كده شكل السطر الـ12 معاكي. انت دلوقتي بقى عندك 10 من الأناناس، يعني انت كده لما هتيجي تعديهم هتلاقي عندك 10 من الصدفات و10 من الأناناس، تمام كده. اخر السطر الـ12 هتشتغلي الـ4 سلاسل وهتدخلي على اول عمود وتقفلي بمنزلقة. السطر الـ13 بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتشتغلي الصدفة اللي هي عمود سلسلتين عمودين. ولما هتيجي تكرريها هتكرريها عمودين سلسلتين عمودين. بعدها هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا هنبدأ في الأناناسة. فهتدخلي على العمود وهتشتغلي منزلقة، يعني على العمود نفسه كده هتعملي منزلقة. بعدها بعد هتعملي حشو، اسفه، بعد الحشو هتعملي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحشو على العمود اللي بعده. انت هتفضلي تكرري كده 5 سلاسل وحشو على العمود، 1 2 3 4 5، وحشو على العمود اللي بعده، يعني الحشو هنا مش جوه السلسلة، الحشو على العمود نفسه، 1 2 3 4 5، وحشو على العمود، 1 2 3 4 5، وحشو على العمود اللي بعده، 1 2 3 4 5، 5 سلاسل حشو على العمود، 1 2 3 4 5، حشو على العمود، 1 2 3 4 5، حشو على العمود، 1 2 3 4 5، حشو على العمود اللي بعده. انتي كده ده كده هيبقى شكل الأناناس عندك، وكل ما هنطلع سطر هتقل واحدة من الحشو 5 سلاسل. فانتي دلوقتي عندك كام واحدة؟ عندك من الـ5 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8، عندك 8 من الحشو 5 سلاسل. بعد ما اشتغلتي الحشو على العمود هتشتغلي 4 سلاسل، وهتفضلي تكرري كده صدفة 4 سلاسل، وعندك حشو 5 سلاسل متكررين 8 مرات و4 سلاسل. هتكرري كده لحد اخر السطر، هيبقى عندك 10 أنسات و10 من الصدفات. نهاية السطر الـ13 بعد ما اشتغلتي الـ4 سلاسل هتدخلي بمنزلقة على اول عمود عندك. ده كده شكل السطر الـ13 معاكي. السطر الـ14 هتدخلي برضو بمنزلقة وهتشتغلي الصدفة. انت هنا الصدفة ثابتة معاكي ما تتغيرش خالص، يعني هي هي العمودين سلسلتين وعمودين. اللي بيتغير معاكي بس هي الاناناسة عشان بتصغر معانا، اما الـ4 سلاسل كمان ثابتين، 1 2 3 4. هنا بقى هتدخلي جوه الـ5 سلاسل، تمام، وهتشتغلي حشو، وهتفضلي تشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حشو جوه
نقيس الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حشو جوه الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حشو جوه الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حشو جوه الخمس سلاسل اللي تحت، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وآخر حشو جوه الخمس سلاسل. هتعدي بقى هتلاقيهم نقصوا معاكي واحدة من الحشو خمس سلاسل، فبقى عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، بعد ما كان عندك في السطر اللي تحت تمانية. هتشتغلي أربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، وهتشتغلي بقى الصدفة، وهتكرري الصدفة أربع سلاسل، وهتكرري حشو خمس سلاسل، متكررين معاكي 7 مرات، وبعدين 4 سلاسل، هتكرري كده لحد آخر السطر. اخر السطر ال 14، بعد ما تشتغلي ال 4 سلاسل هتدخلي على العمود وهتقفليه بمنزلق، وده كده شكل السطر ال 14 معاكي. السطر ال 15 هتدخلي منزلق جوه السلسلتين، وهترتفعي 3 سلاسل، وهتشتغلي الصدف اللي هي عمود سلسلتين وعمودين في نفس المكان. بعدها هتشتغلي 4 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهتدخلي جوه ال5 سلاسل، هتعدي كده من فوق ال4 سلاسل، هيبقى ده الشكل عندك، وهتشتغلي حشو وخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو على ال5 سلاسل اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وحشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو ال5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وحشو جوه ال5 سلاسل. بعدهم هتشتغلي 4 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهتكرري من اول الصدفة 4 سلاسل لحد ما توصلي ل4 سلاسل التانيين. وهنا نقصت معاكي الأناناسة، فبقى عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ستة من الحشو 5 سلاسل. ولو لقيتي المفرش مكشكش معاكي شوية ما تقلقيش، كل ما بتصغر الأناناسة بيتظبط معانا. آخر السطر ال15، بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل هتدخلي بمنزلقة على أول عمود بعد ال3 سلاسل. السطر ال16 هنا احنا هنزود عمودين سلسلتين، يعني هنزود جوه الصدفة دي، بدل ما هي عمودين سلسلتين عمودين هيبقوا عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين وعمودين. فانت في الاول هتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين، وهترتفعي 3 سلاسل، وهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود سلسلتين وعمودين، واحد اتنين اللي هنزودهم بقى السلسلتين والعمودين في نفس المكان، واحد اتنين، عشان في السطور اللي جاية هتزيد معانا، هتبقى هنا في صدفة وهنا في صدفة في السطر الجاي. هتكملي عادي بقى، هتشتغلي 4 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهتدخلي جوه 5 سلاسل، وهتشتغلي حشو 5 سلاسل، وحشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، 5 سلاسل، وحشو جوه ال5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وحشو جوه ال5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو جوه ال5 سلاسل. كده زادت عندك، نقصت عندك، وبقى عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، 5 من ال5 سلاسل، بعد ما كان عندك تحت 6. هتشتغلي 4 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا هتشتغلي بقى برضو على كل صدفة هتزودي، هتشتغلي عمودين سلسلتين وعمودين، وهتروحي بقى مزودة سلسلتين وعمودين، واحد اتنين، عشان بعد كده
كل أناناسة من دول هتبقى متبجوزة كده بصدفة من على الجنب اليمين وصدفة من على الجنب الشمال، تمام. هتكملي كده لحد آخر الصدر بنفس الطريقة كده، من أول ما اشتغلتي العمودين سلسلتين لحد الأربع سلاسل، وهنرجع نكمل مع بعض. آخر السطر 16، بعد ما اشتغلتي الأربع سلاسل هتدخلي على أول عمود وهتقفليه بمنسلقة، واحنا هنا هنقص الخيط، وده آخر سطر هنشتغله في الداير. هتسحبي الخيط كده، تمام، وهتقصي. ده كده شكل السطر 16 معاكي. السطر 16 ده كان اخر سطر بنشتغله في الدائر، يعني اخر سطر بنشتغله دوران. بعد كده هنشتغل كل اناناسه لوحدها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنركب الخيط على تاني سلسلتين، يعني هنسيب السلسلتين اللي في الاول وهندخل على تاني سلسلتين وهنشتغل صدفه، وهنشتغل عادي خالص وهنيجي على اول سلسلتين ونشتغل صدفه، وبكده الاناناسه هتتبروز ما بين صدفتين. وهنفضل كل ما نخلص الأناناسة الأولى نشتغل في التانية، نخلص التانية نشتغل في التالتة، يعني هنشتغل كل أناناسة لوحدها. انت دلوقتي ده شكل المفرش عندك، لو لقيتيه مكشكش كده ما تتخضيش، عشان بعد كده احنا لما هنبتدي نقلل كل أناناسة كده هتقل معانا، هيروحوا صابت معانا، مش هيبقى فيه كشكشة. دي انا قلت اقولك برضه عشان لما تشوفيه ما تقوليش ده باظ مني او اي حاجة. انا هنا قصيت معاكي الخيط، انت كنت ممكن تدخلي بمنزلقات لحد ما توصلي لتاني اتنين سلاسل، بس الافضل ان احنا كنا نقص الخيط عشان ما تبقاش بعد كده مكلكعه عندك في اول سلسلتين. انت هنا هتدخلي على، هتسيبي او عندك كده الشكل ده اهو، هتسيبي اول سلسلتين وتدخلي على الاتنين اللي بعدهم، وهتعملي ايه؟ هتركبي الخيط بقى وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. دلوقتي احنا هنشتغل صدفة، وصدفة هنا والشغل اللي في النص هو ثابت معانا، بنبتدي نشتغل عادي وبيقل معانا كل سطر واحدة من الحشو 5 سلاسل، فبكده الأناناسة هتبقى متجوزة ما بين صدفتين. فانت هتشتغلي الصدفة عادي، هتدخلي كده وهتشتغلي عمود سلسلتين وعمودين، 1 2. برضو لازم تبقي فاهمة ان انت هيبقى عندك في المفرش ده خيوط كتير، يعني كل أناناسة من دول هيبقى عندك فتلتين، واحدة في بدايتها وواحدة في نهايتها. فانت الأفضل ان انت كل ما تخلصي أناناسة تروحي مقفلة كده من ظهر الشغل الخيط، عشان ما تتفاجئيش في الآخر ان انت عندك 40 فتلة من دول وهتبقى متعبة عليكي. فانت خلي الإبرة التقفيل جنبك وقفلي أول بأول. هنا هتشتغلي عادي خالص بقى، هتشتغلي سلسلتين 4 سلاسل، وبعد كده هتروحي وتشتغلي حشو 5 سلاسل، حشو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حشو 1 2 3 4 5، حشو 1 2 3 4 5، وبعدها حشو. ده كده شكل السطر 17 معاكي. بعدها هتشتغلي 1 2 3 4 4 سلاسل، وهتشتغلي على اول سلسلتين دول الصدفة اللي هي من عمودين سلسلتين عمودين. احنا هنا بقى دلوقتي هنبتدي نلف الشغل، يعني خلاص حتة ان احنا بنشتغل في الدايرة دي خلصت معانا في السطر 16، وهنبتدي من السطر 17 نشتغل رايح جاي. وبعد كده لما هتكرري هتكرري من اول السطر 17 لحد ايه اخر اخر سطر معايا. فانت هنا كده في السطر 18 هتلفي الشغل معاكي كده وهتشتغلي على ظهره، فهتدخلي بمنزلقة على تاني عمود ومنزلقة على السلسلتين، وكده بدأنا في السطر ايه 18. هترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي الصدفة اللي هي عمود سلسلتين وعمودين، 1 2. وهتكملي بقى عادي خالص 4 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو جوه السلاسل، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو، 1 2 3 4 5 حشو، وبكده نقصت معاكي وبقى عندك 1 2 3 3 بس من الحشو 5 سلاسل. هتشتغلي 1 2 3 4 وهتشتغلي الصدف. خلاص انت كده بتشتغلي رايح جاي، يعني بعد ما بتشتغلي الصدفة اللي بعد الأناناسة بتلفي الشغل.
اشتغلتي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، وده كده شكل السطر التمنتاشر معاكي. السطر التسعتاشر هتلفي الشغل تمام، وهتدخلي بمنزلقة على تاني عمود ومنزلقة جوه السلسلتين، وهتبدأي في السطر التسعتاشر فهترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي الصدفة اللي هي عمودين سلسلتين عمودين، وانتي اشتغلتي ارتفاع 3 سلاسل فبتعتبريهم عمود. هتشتغلي 1 2 3 4، انتي كده حفظتي خلاص الأناناسة بتتعمل ازاي. هتشتغلي سلسلة حشو و5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو، 1 2 3 4 5 وحشو، فكده نقصت معاكي وبقى عندك ايه 2 من الحشو 5 سلاسل، 1 2. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وزي ما قلتلك ال4 سلاسل ثابتين معاكي، والصدفة كمان ثابتة معاكي، هي بس جت في السطر الستاشر اللي اتفرعت لاتنين عشان تقدري تعملي برواز على حوالين الأناناسة بالشكل ده. خلاص انتي كده خلصتي السطر التسعتاشر، هتلفي وتشتغلي في السطر العشرين، هتلفي كده وهتدخلي بمنزلقة على العمود التاني ومنزلقة جوه السلسلتين، وهترتفعي 3 سلاسل بتوع أول كل سطر، وهتشتغلي عمود عمود وسلسلتين، 1 2 وعمودين. يبقى كده اشتغلتي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. هتشتغلي 1 2 3 4 4 سلاسل، وهتدخلي كده تشتغلي حشو، 1 2 3 4 5 وحشو، وكده خلصت معانا الأناناس. يعني في السطر ده خلصت معاكي الأناناس خلاص. هتشتغلي بعدها ال4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتروحي كده تشتغلي ايه الصدفة اللي هي عمودين سلسلتين وعمودين، وزي ما انتي شايفة كده سهلة خالص الأناناسة. وايه وكل ما هتشتغلي أناناسة هتلاقيها خلصت معاكي في السطور الجاية بسرعة، يعني كل شوية زي ما انتي شايفة كده السطور قليلة معانا. هتلفي الشغل وهتشتغلي السطر ال21. السطر ال21 ده في البطرون كان اخر سطر، بس انا زودت السطر اللي بعده عشان لقيتها كشكشة من فوق تمام. فانت هتدخلي كده بحشو جوه السلسلتين، وهترتفعي في السطر ال21 هترتفعي السلسلتين، هتشتغلي السلسلتين وتشتغلي العمودين. يبقى كده اشتغلتي 3 سلاسل عمود سلسلتين عمودين زي اول كل سطر. هنا هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتدخلي جوه السلسلتين كده وهتقفلي بايه بمنزلقة بحشو، 1 2 3 4، وهتدخلي كده تشتغلي الصدفة اللي من عمودين سلسلتين عمودين تمام. ده كده شكل السطر عندك. هتشتغلي هتلفي الشغل وهتشتغلي بعد كده اخر سطر معاكي، اللي هو كان عبارة عن ان انت هتدخلي كده بمنزلقة ومنزلقة جوه السلسلتين، وهترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي عمود سلسلتين عمودين تمام. كان احنا هنا عندنا في الباترون كان ما عندناش ال4 سلاسل حشو دول، ما كانش عندنا السطر ده، كان عندنا السطر ده على طول فكشكش معايا، فانا رحت قلت ايه نشتغل السطر ده بحيث انها تبقى مظبوطه اكتر. بعد ما اشتغلت الصدفه هتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي الصدفه التانية على طول. وكده خلص معاكي شكل الاناناسه خلاص. كده ده كده هيبقى الشكل النهائي بتاعه. انا كنت حبيت برضو اضيف ان انا اشتغل صدفه كمان فوق نصها والنص التاني بحيث ان يدي شكل احلى، بس لقيتها ان هي هتحول المفرش من ان هو يبقى عاطي على دوران انه يبقى عاطي على مثلث، فقلت كده كفايه وحلوه قوي تمام. كده خلاص بقى هتقفلي الشغل وهتقصي الخيط. ده كده شكل الاناناسه معانا بعد ما خلصت تمام. احنا دلوقتي هنكرر الأناناسة دي ابتداء من السطر ال17 لحد السطر ال22، يعني هتكرري 1 2 3 4 5 6، هتكرري ال6 سطور دول. فانت هتخلي وش الشغل قدامك كده، هتعرفي وش الشغل منين، ان انت عندك السطر ال16 يبقى هو اللي في الوش عندك تمام. وهتروحي جايه مشبكه الخيط، وهشبكه معاكي دلوقتي برضه عشان تعرفي هتعملي ازاي. هتدخلي الخيط هنا على
تاني سلسلتين، تمام، واحدة بحين دخلها هنا كده وشغالة زي ما اشتغلنا كده ابتداء من السطر ال17. فانت هتدخلي كده وهتدفعي 3 سلاسل، وهتشتغلي عمود سلسلتين عمودين، واحد اتنين، وبعدها هتشتغلي 1 2 3 4، وهتكملي بقى ايه عادي خالص. فانت كده هيبقى عندك ده الشكل، هتبقى عندك كل اناناسة متجوزة بصدفتين. يعني احنا اللي استفدناه لما اشتغلنا هنا ان احنا كده خلينا اتفرعت، بقت صدفة ماشية مع الاناناسة اللي على اليمين، وصدفة ماشية مع الاناناسة اللي على الشمال، تمام. هتفضلي بقى تكرري كده، هتخلصي الاناناسة دي تدخلي على الاناناسة اللي بعدها، هتخلصي اللي بعدها تدخلي على اللي بعدها وهكذا. وبعد، واهم حاجة زي ما بقولك كده، كل ما تخلصي اناناسة تقفلي الخيط بتاعها في ظهر الشغل عشان ما تتعبيش وفي الاخر تلاقي في تل كتير. انا دلوقتي هخلص وحاجة اوريكي المفرش لما خلص بقى شكله ايه. ده كده شكل المفرش بعد ما خلصته معاكي، وزي ما انت شايفه كده مفروض ومفهوش اي حاجه. إيه، والكشكشه اللي كانت حصلت في السطر ال16 كلها خلصت خلاص، لان احنا ضمينا كل اناناسه مع بعضها كده من فوق، فسحبت الايه الكشكشه دي على فوق. انا كده خلصت معاكي الشرح بتاع المفرش، يا رب يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.